مرحبا ومرحبا بكم في هذا الفيديو، حيث سنتناول عدة مواضيع. سنتحدث عن الاجتماع العام لتجديد الحضرية ولماذا من المهم أن نكون جزءا منه. ولكن قبل أن نعلمك كيفية استخدام وتثبيت التكبير على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي هو الروبوت أو على أي الجملة على آيفون، وبالطبع الكمبيوتر وماك، في الواقع يمكن أن نلاحظ خلال لدينا المباشر المختلفة أن الكثير من الناس لم يعرفوا كيفية الاتصال بالتكبير، وكما أن الأزمة الصحية لا تسمح لنا أن نجتمع جسديا، هذه الطريقة هي الأنسب لضمان لنا على حد سواء سلامتنا وتكون قادرة على تبادل. ولكن أيضا في وقت لاحق لتكون قادرة على استخدام التكبير في الألعاب التفاعلية لدينا، وخاصة بالنسبة للوتو التي سيتم القيام به حصرا على التكبير لأنه هو حقيقي مباشر دون تأخير ودون انقطاع من جانب الشبكات الاجتماعية. وأشير أيضا إلى أنه لم يكن لديك لاستخدام الكاميرا. ندعوكم للمشاركة في هذا الاجتماع الأول بحضور أنتوني بوريه، النائب الأول لرئيس البلدية ونائب رئيس المدينة المسؤولة عن الإسكان وتجديد الحضرية وسياسة المدينة وفرق المشروع الحضري. ربما لاحظتم أنه من نيسك وتدزور مترو بول بيت المشاريع ومجالس المواطنين وأنفسنا نيس مولانز التضامن 06 التواصل الكثير حول هذا الموضوع، لأننا أول المعنية من هذا المشروع الحضري الجديد. هذا الاجتماع سيعقد يوم الاثنين 15 مارس 2021 في الساعة 6 مساء، وتكبيري على استخدام الرابط الذي تراه هنا، وستجد أيضا في عرض هذا الفيديو. تم إنشاء توتو زوم من قبل جيروم، والتي هنا هي الروابط المختلفة للدروس والتي سوف تجد أيضا في عرض هذا الفيديو. سوف تتيح لك مشاهدة الدروس بهدوء، وإذا كان لديك أي أسئلة، إذا كانت بحاجة إلى مساعدة جسديا لإعداد التكبير على أجهزتك، لا تتردد في تحديد موعد مع نيس مولانز التضامن 06، وسوف نتدخل لمساعدتك مع بالطبع الاحتياطات الصحية اللازمة. فريق نيس مولانز سوليس 06، شكرا لكم على التزامكم، ويمنحك موعد الاثنين 15 مارس في الساعة 6 مساء.